أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 2009، مستعملة للبيع في مصر. لكل واحد بيدور على عربية تكون من نفس الموديل وتكون حالتها كويسة، وكمان يكون سعرها، ممكن يكون سعرها مرتفع شوية، ولكن في النهاية تكون عربية سليمة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 2009. العربية زيرو بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية حالة الموتور سليمة وآلات الجر بحالة ممتازة. العربية من الممنوعات. العربية حالة الكاوتش كويسة جدا. العربية فيها بطارية جديدة. العربية بحالة ممتازة، مش هتصرف عليها جنيه. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورلي دبابة موديل العربية 2009، سعرها 155,000 جنيه. سعر العربية 155,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-923-30-300. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-923-30-300. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.